حياكم الله مشاهدينا، ومن ذي قار إلى معمورة أهل البيت العمارة، نعم ميسان، ومنها المتسابق حسن المالكي. حقيقة اليوم احنا وصلنا للمرحلة الثانية من مرحلة التراث. اللجنة المقرطتنا قصيدة تراثية لخادم الحسين، أول من قرأها أبو بشير النجفي، شاعرها السيد سعيد الصافي الرميثي. كان اختيار اللجنة إلي يعني جدا موفق. عانيت بعض الشيء بالبداية، بس بعدين قدرت أحفظ القصيدة. كل الهلا، موفق إن شاء الله. يا أبو عبد الله عفية عليك، ياخذ مسح من برق ومسح على حنجرتك. يا الله، اللجنة الكريمة، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا بملا حسن. بحماي بحماي انت القلت، بحماي 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 انت القلت، بحماي أمس يا صاحب الراية منك ما أخذ حجاية. أمس يا صاحب الراية منك ما أخذ حجاية، أنت القلت بحماي، أنت القلت بحماي. صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. بحماي بحماي أنت القلت بحماي، بحماي بحماي انت القلت بحماي. امس يا صاحب الراية منك ما اخذ حجاية، امس يا صاحب الراية منك ما اخذ حجاية. انت القلت بحماي، انت القلت بحماي، يا مثال يا مثال الخوة وينك، يا الأعز من شوف عيني، قلبي يدفعني على شوفك، وزاد لك شوقي وحنيني. منين اجد دروب الشريعة مقطع بينك وبيني، منحتاجك بموقف صعوب يسبقني خطوات القلوب. بس خلو ميا بكل دروب، لا اجيك ولا تجيني. يا راي يا راي شات باقي اللي، يا راي يا راي يا راي شات باقي اللي، يا راي اتاني كنت عنالي لو امشي ويا عدواني، اتاني كنت عناني لو امشي ويا عدواني. وانت القلت بحماي، وانت القلت بحماي، وانت القلت بحماي. صلوا على محمد وآل محمد. صل على يا هاي الدنيا، يا هاي الدنيا يا
عفي عليك. حيدر علي بهداي يلتغسلونه الله، وبراضة ديروا الماي لا تلجمونه. حيدر علي بهداي يلتغسلونه، وبراضة ديروا الماي لا تلجمونه. متوسع صوابه وفجعون ابو مصابه، متوسع اصوابه وفجعون ابو مصابه، لا تلجمونه لا تلجمونه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حيدر علي بهداي يلتي غسلونه، وبراضة ديروا الماي لا تيليجمون. حيدر علي بهداي يلتي غسلون، وبراضة ديروا الماي لا تيليجمون. متوسع صوابه وفجعون بمصابه، متوسع صوابه وفجعون بمصاب. لا تلجمون لا تيلي زينب ويا الحسن وحسين، الليلة بحزين ولا ولي وداعي الولي الليلة تبكي وتلطم الأيتام، جرحك خل بينا جروح ما تنجع ولا تلتام. يا حيدر بتشيعك تشيع هبات الإسلام، والناعي صاحب صوت يلتي شيعونه، شيعته وداعي الموت خلي ودعونه. يتمنى بغيابه وفجعون بمصابه، لا تلجمون لا تلجمون. صلوا على محمد وآل محمد. الله 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 الله. من قرأها ومن كتبها؟ قرأها الملا بشير النجفي. عفية. من كتبها؟ الكبير سيد سعيد الصافي. سيد سعيد الصافي. اي والله. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اي سيدنا. طيب ابو حسن. شبي عمرك ايش قد ملا حسن؟ 20 ملا. الله. 20 سنة. الله. نفس الحالة على الطبق. اسمع منك عم سيد حسن. بس رفع المايكروفون هذا شوي. نقول نرجع على قضية الطبقة. تفضل قل. الطبقة. اي. زين. شنو يعني أهمية الطبقة سيد؟ حتى شنو؟ هو كبداية كم يبدي. أي. يعني حتى يقدر يكمل المجلس. يعني على هاي الطبقة اللي يقرأ بيت يعني ثلاثة ينتهي. أها. سمعت ملا حسن؟ سمعت مو؟ سمعت. تمام. ملا قحطان أسمع منك. نعم. ما تقدر أبويا تكمل مجلسك. ملا حسن. صوت جميل وإحساس جميل وأنت جميل
يا ابن المدينة التي عرفت بالأدب والشعر والخدمة والولاء والشعر والشعراء. بس ملاحظة رجفت هذه الورقة لأنه عصب عنده بإيديه يعني. زين اللهم ربي من عليك بالصحة والسلام. صحة وعافية. شوف من نوصل إلى هاي المرحلة تختلف عن المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أنت مسيطر على اللحن وأنت من أوجد اللحن وأنت من أوجد الشعر، ولكن حتى أعرف إلى أي مدى وصل هذا الصوت يجب أن أرجع الصوت إلى الأصل، إلى تلك المقامات والنغمات والأحاسيس التي كان يقرأ بها خدمة الحسين. فعندما أجد فارق ما بين المرحلة الأولى ومرحلة التراث، هنا الحساب يكون شوية لازم أزيد. ليش؟ حتى إلك قلتها أنه حتى أسيطر على التراث يجب أن أدقق جيداً كيف قرأها العم أبو بشير النجفي، منين بدأ ووين انتهى. حدار علي بداي يلتغسلون، بدأ إلى أن انتهى بهذا مقام اللامي. البداية كانت عندك مرتبكة، المقاصير متوسي، شوف صاب في جعون مصاب لا تي. أنت ما قريتها بهاي، ظلت المقاصير وياك إلى أن، فأي تغير إيش راح يصير؟ الجمهور راح سنش راح يقول، يقول شوف غير بالمقاصير. فكنت أتمنى أن تكون تصوتك لا غبار عليه وأحاسيسك لا غبار عليه. أما قصيدة قلت لك مجازفة كبيرة جدا أن أقرأ بطريقة قرأها عبد الرضا الرادود، إلا بحالة واحدة أجيب قصيدة عبد الرضا نفسه. ليش؟ حتى أولا أخليها، إحنا طالبين منكم قاعدية جديدة، وعلى أن يكون الطور ما بين الحداثة والتراث يعني مزيج. حتى شنو يصير؟ حتى يصير أنه أخذ شرعيته أنا قاري مالت عبد الرضا، فاهم عليه؟ الناس راح تتعاطف وياي. أما أجيب لحن على أو طريقة على طور على عبد الرضا، هنا أنا أجد صعوبة جدا في أداها. عموما موفق يا حبيبي يوم الحسن. أحسنت من له أطلت يعني. شيخ حسين أسمع منك. الله يحفظكم. طيب الله أنفاسك إلا حسن، بارك الله بيك، أنت كنت من الأصوات المهمة جداً. كنت الأول على مجموعتك، صحيح؟ صحيح. إيه بارك الله بيك. ويعني الملاحظة اللي أفادها أستاذنا الكبير السيد حسن الله يطول عمره ويحفظه إن شاء الله، هي موضوع الطبقة. خامتك أنت، خامتك بالذات تحتاج إلى طبقة بسطة تريحك، تلمع صوتك، يبين فيها قدراتك ومهارتك وعربك وإلى آخره. هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة لك، ضغطت هواي على صوتك. الآن ما قل هذا من مستوى، ما قلل من مستواك، واضح واضح عندك مهارتك، واضح عندك قدراتك، لكن الطبقة مو فقط موضوع القدرة على مواصلة المجلس، وإنما أيضا الإحساس والتأثير في المستمع، الدمعة، كل هذا وسيلة الطبقة الصحيحة، طبقة الصحيحة. فأتمنى لك التوفيق إن شاء الله عزيزي، بارك الله بك. ثروتنا التراثية العم أبو بشير. أنا بعد الشيخ حسين و شقد عمرك أبو عباس حسن، أنا مؤيد الكلام. لا عم أبو بشير، عم أبو بشير أنت قريت هاي القصيدة؟ ما يخالف. أنت قارئ هاي القصيدة؟ انت بعد استاذ بدل السؤال شنو لا مرخصتك شيخ حسين، بس يسمعنا على الاقل مقطوعه من المستهل. مصابه سواها، هي مصابه، عرفت؟ سولف لنا قصه القصيده، منين ولدت وشلون المستهل مولاي. قصه القصيده شلون ولدت؟ لا قبل المستهل ابو زينب، قصه القصيده شلون ولدت؟ ها القصيده شلون ولدت؟ شلون كذا؟ شلون صارت هذه بعد ايام شلون زمان هاي؟ ايه؟ نعم، هي ايام الغربه سيد سعيد الله يحفظه، ايام الغربه بعد اللي ايه كانت هناك
فاحنا ارتباطنا شهر رمضان بأمير المؤمنين والقلب يتقطع بعد على زيارته سلام الله عليه. اي ف على كون متهيئه هاي الطريقه واللحن هذا من هيئنا لحن بعد مناسب وقته. نعم سيد سعيد هم كتبها أساليه هسه هم يطلبون على ضوءها ومن أريد أقرأ فد وقت بقم فبالتوفيق خاص بعد كان بها أنا ما شن نفس معنا زين سمعنا بس المستهل بس المستهل أي والله بس المستهل أي والله أي حد أرعى اللي بإحدى يلتي شايعون الله الله يلتغسلونه الله الله يلتغسلونه يلتغسلونه اي مو انا شويه اي مخبوط نوم قديمه قديمه يا نوم ما خليك نام بالعكس عم احنا قاعدين الساعه 6 الفجر لحد الان الحمد لله رب العالمين مو صوت يا صوت حسين الاكرم قول 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 حد ارعى لي بإحدى عيالتي غسلون ويبرغ دير المايلاتي ليجمون الله 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 طبعا هسه الصوت تعبان يا تعبان لا بعدك شباب بعدك شباب تعبه حلو الله 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 هنيئا لنا بوجودكم جميعا اي والله عم ابو بشير ابونا سيد حسن بقيس الاساتذه تحيه لك طبعا من الكنترول جميعا خصوصا جناب الدكتور الزبيدي الله يعطيه العافيه دكتور عماد وكفو طبعا كان يبكي خلف الكواليس انا كنت يمهم حقيقه ما اتمالكنا نفسنا لما نسمع تراثنا بوجوده الحاضر معنا جسدا شكرا لك ابن العمار الطيب ملا حسن سنت حبيبي احسنت 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 طيب الله وانفاسه اول ما دخلت على المسرح يعني عانيت من الارتباك يعني بعض الشيء بس بعدين سيطرت على القصيدة واجهت صعوبة مو بالقصيدة القاعدية لا وإنما بالقصيدة التراثية لأن كان جالس قدامي مولى أبو بشير النجف الله يحفظه فهذا كان شعور لا يوصف